أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. توقف مستشفى بلدة شنان في منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب عن الخدمة نهائيا، كما أصيب عدد من أفراد كادره الطبي جراء ضربات جوية روسية استهدفته. وقال وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة إن المستشفى مختص بتقديم العلاج للأطفال والنساء ويخدم نحو 50,000 نسمة في المنطقة. أعلنت مصادر عسكرية عراقية أن القوات الحكومية تواصل تقدمها من المحور الغربي لمدينة الموصل مع التوغل في الأحياء المحيطة بجامع النوري في إطار المعركة لتحرير المدينة من احتلال داعش. وقال قائد الشرطة الاتحادية رأس شاكر جودت إن 60 فردا من داعش قتلوا، بينهم قيادي كبير، إضافة إلى تدمير عدد كبير من السيارات والدراجات المفخخة. قالت مصادر عسكرية يمنية إن القوات الحكومية حققت تقدماً كبيراً من الجهة الجنوبية لمدينة ميدي في محافظة حجة بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي. وقالت المصادر إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين قبل أن تفر ميليشيا الحوثي والمتمردين من بعض المواقع تحت وقع نيران قوات الشرعية تاركة أسلحتها وعتادها. أعلنت الحكومة التركية تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى بدءا من يوم الأربعاء غداة فوز الرئيس رجب طيب أردوغان باستفتاء يسمح له بتوسيع صلاحياته. وقال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان غورتلموش إن القرار جاء بعدما أوصى مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان بالتمديد بالحالة السارية في البلاد. حذر مسؤول في حكومة كوريا الشمالية أن بلاده قد تشن ضربة جوية نووية استباقية إن رأت مؤشرات على تحضير الولايات المتحدة لهجوم عليها بسبب البرنامج النووي والصاروخي لبيونغ يانغ. وأضاف المسؤول الكوري الشمالي أن بلاده سوف تستمر في إجراء تجاربها الصاروخية بالرغم من العقوبات الدولية المفروضة عليها. ستكافئ إدارة ريال مدريد لاعبها إيسكو بعقد جديد خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تألقه اللافت الجولة الماضية في الليغا بقيادته الريال لفوز صعب في ملعب سبورتنينغ خيخون. وكشف أحد الصحفيين المقربين من الريال أن إدارة النادي ستبدأ الأسبوع المقبل بإجراء تجديد العقد. الموجز إلى اللقاء.